حياكم الله سادتي الكرام إلى موجز الأخبار. دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية مؤسسة الشهداء ممثلة بمدير عام الدائرة ضياء الساعدي تشارك في المؤتمر الدولي 14 لجمعية الهند والمحيط الهادئ للطب والعلوم القانونية. الوفد العراقي والمشارق قدم عرضا عن إجراءات المؤسسة العراقية دائرة المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي في إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين والعينات المرجعية لعوائل الضحايا وإجراءات المطابقة والبصمة الوراثية. استنادا إلى توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائل، مديرية شهداء مدينة الصدر تباشر بتوزيع الوجبة الأولى من البدل النقدي الجزئي لذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب لمن لديهم أكثر من شهيد. مدير المديرية عباس فرج ماهي وزع مبالغ البدل النقدي مبينا أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من 75 عائلة شهيد، فيما بلغ المبلغ 50 مليون لعائلة الشهيد الواحد و75 مليون لما لديه أكثر من شهيد تدفع على شكل دفعات. الشعبة المالية في مديرية شهداء البصرة تباشر في توزيع ما تبقى من الصكوك لمستحقيها الدفعة الأولى عن البدل النقدي لشهداء ضحايا النظام السابق، وكذلك الدفعة الأولى من المنحة العقارية لشهداء الحشد الشعبي وعلى قاعة الخالدون. الشعبة أكدت أن المستحقين هم من روجوا في وقت سابق وكانت معاملاتهم مستوفية للشروط والضوابط، وعند توفر التخصيص المالي جاء الأمر بالصرف. وفد مديرية شهداء الكرخ شعبة الرعاية الاجتماعية والصحية يزور كلية الرشيد الجامعة ويلتقي عميدها محمد المشهداني، وتم الاتفاق على أن تكون مراجعات قسم طب الأسنان مجانا لذوي الشهداء وفاء وإكراما لهما، ويكون استقبال ذوي الشهداء من يوم السبت إلى يوم الأربعاء. مديرية شهداء الديوانية تنظم زيارة تفقدية لعوائل الشهداء، حيث زار الباحث الاجتماعي مروان القرعاوي عائلة الشهيد عماد الحسني أحد شهداء الحشد الشعبي المقدس للاطلاع على أحوالهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وضعت من قبل المديرية من أجل التواصل مع عوائل الشهداء لرفض قاعدة البيانات بالمعلومات. وبهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار مؤسسة